أنا كتير بحبك، أنا بحبك ريشي. هذا مناسب كتير، امسكي. ها؟ يلا البسي لشوف. بس هيك مو كتير؟ شوفي كيف هو مفتوح كله من ورا. لكان شو بدك؟ تلبسي خيمة مثلاً؟ شو رأيك تغطي حالك من فوق لتحت وتروحي على الاحتفال؟ عن جد؟ هيك تزوجتي بابا؟ ايه كيف لكان؟ وإلا مين كان بده يتزوج؟ خلصيني بلا كتر حكي. وأبوكي شو ناقصه يعني؟ قليلي مو واحد من بين مليون شخص تقريباً؟ بس فيك تعتبريه الأحسن من بين 20، هيك بكفي. جربي لي هاد. خدي. هاد خيار أخير، يلا البسي. هاد؟ مو مبين شي من هاد، يعني رح أطلع مثل بنات الضيعة. نحن رايحين لنشارك معهم بالمراسم، مو رايحين على حفلة هلا. طالما مو رايحين على حفلة ليش عطيتيني هاد؟ لأنك ما سمعتي مني بالأول، هذا الفستان كتير منيح وممنوع أنك تلبسي واحد تاني. اسمعي، أنت حفظتي على المزبوط شو لازم تعملي هنيك؟ لازم تحكي مع أيوش، قنعي وخليه يجي لعنا على البيت ويطلب إيدك للزواج ونحن رح نوافق. اعملي اي شيء لحتى يقتنع، معك اذن كامل، بس خليني صير حمايه لواحد من عيله اوبيروي. هي امنيتي يا بنتي، خليني صير حمايه. عنجد بدك تصيري حمايه؟ شو بدك تعملي؟ اتركي كل شيء علي، انت بس تفرجي. مين عم بيدق هلا؟ هذا ابوك اللي عم يتصل، بضل يزعجني. ما بعرف انا ليش تزوجته، هو مو احسن واحد من بين 20 شخص. ايه اللي شوفي، خلي عندك شويه صبر، لسه بتتصل فيني كل شوي. مو سيء، ماشي حاله. الحقيقة أنا كتير حلوة، بس شو الفايدة؟ هو ما رح يفكر إنه يطلع علي ولا مرة. نيها، رايحين نشارك بالمراسم مع عيلة أوبيروي. نحن عيلة لاكشمي، لهيك يا ريت لا تشوفي شي تاني ولا تظهري شي تاني. شو قصدك؟ أنتي بتعرفي قصدي كتير منيح نيها، ومع هيك رح أوضح لك. لا تتجرئي إنك تعملي أي شي مع أختي لاكشمي. أنا ما رح أسمح يصير شي للاكشمي. شو مفكرة أنتي؟ مفكرتيني ما عندي شي تاني؟ واستني شوي، يعني هلأ مفكرة أني لسه بفكر أتزوج ريشي؟ شو يعني؟ حتى لو ما تزوجتي ريشي، بس لسه قدامك فرصة لتصيري كنا لعيلة أوبيروي. عندك فرصة تتزوجي من هاي العيلة وتصيري منهم، بس هلأ خليكي ذكية أكتر وكوني لطيفة معهم. يعني تعاملي مع شالو باني بطريقة منيحة وصيري رفيقتها للاكشمي. إذا ريشي مو موجود فأيوش بيمشي حاله. لا، هو ولا شي بالنسبة إلي، هو عندي مثلكن أنتو التنتين، صهري وبس. منيح، خليكي هيك لأنه عيوني عليكي طول الوقت.